الجماهير وانصار اسي اساس. هذه كره جميله من خليل شمام في اتجاه هوني 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 مهد كره جول جول تاسي الخنيسي جول جول تاسي الخنيسي جول. اولى هدف المباراه اولى هدف المباراه اولى هدف المباراه لصالح الترجي الرياضي التونسي. طه ياسين الخنيسي يسجل اولى اهداف المباراه لصالح الترجي الرياضي التونسي في توقيت بالضبط يلعب في دقيقه 62 من هذا من عمر هذه المباراه. ملا كره وملا تسديده من طه ياسين الخنيسي. هذا امامكم على الصوره هذا امامكم على الصوره طه ياسين الخنيسي يفتتح النتيجه لصالح الترجي الرياضي التونسي. تكيه قلت من خليل شمام في اتجاه الداهيه الهون هوني الليبي يدخل بين ثلاثة من لاعبي التمهيد لطه ياسين الخنيسي. صعبة صعبة على أيمن دحمان في زاوية 90 العمل الكبير اللي قام به حمد الهوني وكما جات من طه ياسين الخنيسي. صعبة على أيمن دحمان في مرمى النادي الرياضي الساقسي يفتتح بها النتيجة.